227,000 شخص على مستوى العالم مصابين بفيروس كورونا. أكثر من 9,400 شخص توفوا بسبب فيروس كورونا. النسبة الأكبر من نصيب الصين. مؤخرا إيطاليا تخطت عدد وفيات الصين، عدد الوفيات في إيطاليا تخطى عدد الوفيات في الصين. الوضع بدأ في إيطاليا إزاي؟ الوضع كان بادئ عادي جدا، ما فيش أي مشكلة، يعني كان نسبة قليلة جدا من فيروس كورونا. الشعب ما التزمش بالتعليمات اللي الدولة حطاها، بدأ يختلط بالناس، بدأ ينزل السوق، ينزل الشارع، ما قعدوش في بيوتهم، وبالتالي يعني الأمر خرج من إيديهم. في تصريح أو قرار كده كنا كلنا سمعناه أو قرأناه على السوشيال ميديا، بيقول انتهت حلول الأرض، الأمر متروك للسماء. فجملة زي دي يعني تحسسك بإيه؟ أنت كمواطن مصري مثلا تحسسك بإيه؟ الأمر يا جماعة صعب جدا جدا جدا. إيطاليا الوضع كان بادئ معاها عادي زينا، نسبة قليلة جدا، الناس ما التزمتش، وبالتالي الأمر خرج من إيديهم. يعني الطاقم الطبي والتمريض كل حاجة موجودة في إيطاليا مش عارفين يتصرفوا، يعني عدد الوفيات في تزايد مستمر، أكتر من 1,000 أو 2,000 أو 3,000 حالة بتزيد كل يوم، وده معدل يعني صعب جدا. فالشعب المصري أخد الموضوع الفيروس كورونا بهزار وكل حاجة. طيب احنا عارفين الشعب المصري بيهزر وكل حاجه، بس يعني يا ريت وقت الجد جد، احنا خدنا اسبوعين اجازه، المدارس والجامعات وكل حاجه، يا ريت يا جماعه نلتزم. دلوقتي عدى اسبوع من الاسبوع الاجازه، لسه اسبوع تاني، الاسبوع ده هو الفيصل، لازم نقعد في البيت يا جماعه، واحنا ما نخرجش لاي سبب من الاسباب عشان المصير بتاعنا يبقى زي ايطاليا. ان شاء الله ربنا يستر، ربنا يستر، وان شاء الله ما يحصلش حاجه زي ما شفناها بره في اوروبا او في الصين او في الدول دي. احنا بايدينا يا جماعه ان احنا يعني نزيل المرض ده. ايوه احنا بايدينا واحنا نقدر. لو انت مش خايف على نفسك، خاف على الناس الكبيره اللي معاك، باباك مامتك، يعني فكر في الناس اللي بتحبهم. لا قدر الله فقدت حد منهم بسبب الفيروس او حاجه زي كده، ايه هيكون الحل؟ نكون مبسوطين بالهزار بتاعنا؟ اكيد لا، اكيد لا. فيا ريت يا جماعه ناخد الامور على محمل الجد شويه، وناخد الامور جد، ونسيبنا من الهزار دلوقتي. فهو كل الحكايه ان هي اسبوع، يعني الوضع في مصر بيزيد سوء. الناس يعني بالرغم ان احنا قلنا خلاص هنقفل كل حاجه الساعه 7 وظبطنا نفسنا والقواعد نازله وكل حاجه، بس مع ذلك الناس ما التزمتش. اي نعم في ناس التزمت، دول مشكورين جدا، يعني دول خايفين على نفسهم فتمام يعني. لكن في ناس زي ما في ناس التزمت، في ناس ما التزمتش خالص. فيا ريت يا جماعه، يا ريت الناس تاخد بالها شويه من اللي بيحصل، ويا ريت برضو يا جماعه الناس تفضل في البيت، ما تخرجش لاي سبب من الاسباب، لحد ما ان شاء الله الاسبوع ده يعدي على خير وباذن الله ترجع لحياه طبيعيه. الاسبوع ده يعني تحديد مصير، او اكون او لا اكون، لا بجد حرفيا يعني المعنى ده ينطبق على الوضع اللي احنا فيه. فيا ريت يا جماعه، بس يعني انا يا ريت نلتزم في البيت، عشان ولادنا، عشان ابهاتنا، عشان امهاتنا، عشان الناس الكبار، عشان قرايبنا، كل الناس اللي بنحبهم يا جماعه، عشان ما نفقدش حد منهم، وعشان الامور ما تخرجش من ايدينا زي ما حصل في ايطاليا. فكل اللي انا عايز اقوله بس ان احنا ان شاء الله نلتزم الاسبوع ده في البيت، ونخف الهزار شويه، يعني الكوميكس والميمز ومش عارف ايه، يعني يا ريت ناخد الموضوع جد شويه. لو خدناه جد اسبوع واحد بس، كل واحد هيرجع حياته طبيعيه، ونعيش وننزل الشوارع عادي. دلوقتي الناس خايفه تنزل في الشوارع، خايفه تروح الجامع، خايفه ان هي مثلا تروح السوق، تروح هنا. فعلا الوضع يا جماعه صعب جدا، الوضع بيزيد من فتره للتانيه. فكل اللي في ايدينا ان احنا نعمله، نفضل في البيت يا جماعه، نفضل في البيت، وان شاء الله كل اللي جيب ربنا كويس، وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله خير، وربنا يسهل باذن الله ويعدي الفتره دي على خير، وان شاء الله ترجع حياه طبيعيه تانيه.